برنامج كان هو جزء في كاميرا كاشي، وانا جزء في كاميرا كاشي اللي كانت بثت على قناه الشروق تاع عادل ايبيزا. تلاقينا تما قعدنا مقصرين هكذا، ومن بعد دخلت انا لقيت هو جوزه كاميرا كاشي ديجا قبلي. دخلت قلت له عمار صافا، قلت له يا اخي مشي كاميرا كاشي. قال لي لا لا كون كان يا. قال لي انا دخلت، قال لي ما كاش كاميرا كان كاشي. اول لقاء، اول ماشي اول لقاء كان يعني تما وين انطلق بدات قصه يعني عادل ايبيزا. كان هو كان عادل ايبيزا هو السبب. كان عادل ايبيزا ديمنا يطلع نقول له انت السبب. ف قلت لك جوزت انا هذه الكاميرا كاشي. وبعد قعدنا على تواصل، كنا نتلاقاو بعد الكورونا، كانت تخلي يعني كنا قراب بزاف، تقاربنا بزاف لبعضنا في الكورونا. ومن بعد لقيته انه الرجل اللي حوست عليه، الرجل اللي انا نقول لك عمار يعني فيه كل شيء، انسان طيب عمار، انا سمعت انسان طيب رائع صادق حنين خلوق الحمد لله. يعني مادام هو ابن الاستاذ جلال ف صورة يعني طبق الأصل على جال. حسيتي أنه هو اللي يكملك في الحياة؟ حسيته هو كملني ويكملني ولا بيها وحنا فقط نكملك.